الله قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك. أنا آمنت إيمانا جازما. شفت أنا شخصيا والله يا جماعة عندي عقيدة جازمة إن الصوفية ديل ما مصدقين الله سبحانه وتعالى. والله الكلام ده حار، لكن والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، أنا على يقين جازم لا يعتريه الشك أن هؤلاء صوفية وهؤلاء الذين يدعون الأموات ويقرؤون القرآن لا يصدقون الله سبحانه وتعالى. الله ما مصدق إنه، لأنه أنت مصدق الله. الله في القرآن قال لك ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك. أنت بتقول شيخي بينفع القرآن ده نوديه وين؟ الله قال لك ما لا ينفعك، أنت بتقول لا بينفع، مصدق كيف يعني؟ ولا يضرك، تقول لا بيتبين فيكم، كذا اللي يتبين فينا نحن، كذا اللي يتبين فينا، وكلهم يخوفوك بهم بس. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ أبوي الشيخ بينفخك، وأبوي الشيخ بغير فيك، وأبوي الشيخ بكرفسك، كلهم بتاع مضرة وكذب زي ما في شيخ يا كافي البلا أصله بيسوي له باسطة ولا حاجة سمحة، كلهم بتاع مضرة بكرفسك وبينفخك. انت منشر تنفخ زي انت تنفخنا نحن المسلمين، كلهم عتودك بقلبوا لك حجر بس مضرة. أقلب الحجارة عتان، انت الحجار ده أقلبها عتان وشيل لك عتود، انت مالك مال عتان انا يا اخ؟ انت وكده بتقلب، ما تقلب لنا حاجة كعبة سواها سمحة بس. تعرف انت بدل تقلبني انا ولا تغير فيني ولا تعوج لي خشمي؟ ما بتقدر كده. اعوجه اعوجه ما بتقدر، لكن انت وكده عندك قدرة تتصرف في البشر يا اخي. من ناس موحدين ومحترمين بقيون دلاقين زيك صوفية بس، اقلبهم صوفية بس بدل تدعب انت التعب زي ده. قول له اوسع يا اخي، واحد سلفي بس واحد تلقاه يا دوب في سنة اولى اساس ولا في تانية ولا تالتة اساس، موحد واحد انجا في المسجد تلقاه انا امامك كبار الجامع ده كله ما ملاوزين الا من الواد الصغير ده. لك شفت لا بصلي على الحيطة، يقرب على الحيطة وبس يعينوا له